أكد النائب أحمد سيف حاشد رئيس جبهة إنقاذ الثورة عضو اللجنة التحضيرية لحملة 11 من فبراير على مواصلة الاحتجاجات حتى إسقاط حكومة الوفاق الوطني ومحاكمة الفاسدين. وقال حاشد في تصريح صحفي إنه يراهن على الشارع اليمني لتحقيق أهداف حملة 11 من فبراير والقضاء على الفساد المستشري في مؤسسة الدولة. وأوضح أن 70 ضابطا وجنديا من مختلف الرتب في الجيش والأمن انضموا إلى الحملة، وأن قادة الحملة سيقومون بخطوات تصعيدية لإسقاط الحكومة.